السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله حجة لنا لا علينا. بسم الله. احنا إن شاء الله راح نكمل الآن المحاضرة الثالثة من البايو كيمستري. راح يكون موضوعنا اليوم عن الهيموجلوبينوباثيز. اوكي تمام. هيموجلوبينوباثيز يعني الأمراض، يعني هيموجلوبين هذا البروتين اللي حكينا عنه بالمحاضرات السابقة، والباثيز يعني المتلازمات أو الأمراض أو السندرومات أو أي شيء ممكن يصيب الهيموجلوبين. تمام، بس نعمل ريكاب سريع. يعني إيش هو الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين عبارة عن بروتين، هيك جلوبيلار بروتين، تكون من ألفا، من تو ألفا سب يونت وبيتا سب يونت. أوكي، هاي بحالة الأدلت. أوكي، بالحالة الفيتاس الفيتال أو الولادة أو الحمل بكون عندي 2 الفا 2 جاما. اوكي، هذا الميجر، يعني هذا اللي بيكون الطاغي. يعني الان هلا بس هيك ريكاب سريع، يعني في عندي زي انه كروموسومات بيجي منها هذا الجين. يعني او بس قبل ما نتكلم عن الكروموسومات، هلا البيتا هيموجلوبين والالفا والجاما هذول عبارة عن بروتينات. تمام، بروتينات بكون واجينا بكون جايين من جينات. تمام، هالجينات هاي بتكون موجودة على الكروموسومات أو اللوكاي. أوكي، لوكاس أوف ذا كروموسوم بغض النظر. تمام، فممكن يصير عندي أي مشكلة، مثلا بوينت ميوتيشن تمام أو ديليشن حتى. فممكن يصير عندي نوعين الميوتيشن، بوينت ميوتيشن بحيث يتغير لحمض أميني إكس مثلا لحمض أميني واي. تمام، أو إنه الجين هذا كله ينشط. تمام، فهي أساس الهيموجلوبينوباثيز يعني بشكل عام. يعني يا انه طفره بوينت ميوتيشن، يا انه الجين كله انشطب. ممكن يكون البوينت ميوتيشن في لها سيمتومز، ممكن ما لهاش سيمتومز، ممكن لها سيفير سيمتومز وجد واضحه يعني. فهذا الاشي راح نشوفه ان شاء الله. تمام، بس هاي حبيت اعمل ريكاب سريع للمراجعه، وتكلمنا بشوي عن موضوع الهيموجلوبينوباثيز. اوكي، فبسم الله نبدا. هلا راح نتكلم ان شاء الله اليوم عن الكواليتاتيف ابنورماليتيز و الالتد اوكسجين ترانسبورت، الالترد اوكسجين ترانسبورت وكوانتيتيف ابنورماليتيز. تمام، فبسم الله نبدا. بشكل عام هاي السلايد بتحكي لك انه الهيموجلوبينوباثيز يعني شغلات كوميونتي صراحه، وميديسن يعني انسيدنس ومش عارف شو. يعني بيعمل لي 300,000 ولادة كل سنة، ممكن يصير عندهم سبستيشن موربيديتي. يعني شغلات كوميونتي صراحة، يعني ثقافة عامة مش غلط. اوكي، مش موضوعنا الان. هيرديتري هيموجلوبين ديسوردرز، هلا في عندي نوعين من هاي الهيموجلوبينوباثيز او الهيموجلوبين ديسوردرز. في عندي كواليتيتيف، في عندي كوانتيتيف. تمام، كواليتيتيف يعني من اسمه كواليتيتيف، النوعية او الجودة لهذا الهيموجلوبين. اما الكوانتيتيف اللي هو الكميه. تمام، اما الكواليتيتيف راح يصير في عندي تغير بالستركتشر تبع البروتين، فممكن اثر على وظيفته، ما يؤدي الوظيفه بشكل تام، او ممكن يؤدي وظيفته ولكن ببوتنسي او افكاسي اقل من المعتاد. الكوانتيتيف بيكون عندي البروتين ماشي صحيح يعني، ولكن كميته قليله. تمام، مثال التلاسيميز الالفا كان او البيتا تلاسيميا ميوتيشنز. اوكي، هلا في نوع ثالث صراحه ما بعتبروش انا يعني بني علي صراحه انه هو عباره عن ديس اوردر، يعني بس ممكن يعتبر ديس اوردر، بس خلينا نلتزم بالسلايدات يعني. وحاطه مع الديس اوردرز انه بصير في عندي زي انه مشكله بالتحول من الجاما جين للبيتا جلوبولين جين. اوكي، راح نشرح هذا باسهاب ان شاء الله، يعني راح نسهب في هذا الامر باسمي باذنه تعالى. تمام، احنا نحكي اول شيء عن الكواليتاتيف اللي حكينا عنها، هي الجوده. تمام، الهيموجلوبين اللي بصير في عنده تاثير بالجوده. يعني مثلا بوينت ميوتيشن من حمض اميني اكس الى حمض اميني واي. اوكي تمام، فهذا بأثر على الشكل وبأثر على الاستراكشر تبع الهيموجلوبين. تمام، في عنا نوع من الميوتيشن اللي هي in the surface of the residue. يعني مثلا حكينا في عنا الفا وبي الفا ريزيديو، 2 الفا و 2 بيتا ريزيديو. تمام، فممكن يصير ميوتيشن بالبيتا مثلا. مثلا خلينا نعتبر انه هذا الهيموجلوبين
تمام، وهذا السطح تبعه. فممكن يصير عندي واحدة من الأحماض الأمينية على السطح تبعيته هيك ميوتيشن، وبس هيك اسمها يعني ذي سيرفس من اسمها، تمام. ومنثل عليها اللي هي هيموجلوبين اي، وهي اي سيمتوماتيك، بينما هيموجلوبين اس اللي هي السكر السلي هي سيمتوماتيك. اوكي، اما الميوتيشنز انترنال ريزيديو يعني جوا الحفرة هاي، بصير في عندي انستابل هيموجلوبين، وانه داخل في عندي مشكلة فيه، يعني مثلا هذا الهيموجلوبين مثلا من داخل وهذا الهيموجلوبين من خارج، فعندي مشكلة بال او ميوتيشن بالقسم الداخلي، فبدي يكون عندي مشكلة بالاستابيليتي المركز، لانه عندي مشكلة بالمركز فبدي يكون عندي مشكلة بالاستابيليتي. اوكي، فبعمل لي هاينز بوديز اي ثينك تاخذوها بالهيستولوجي، وكوزنج هيموليتيك انيميا هيموجلوبين هامرثمس سميث. اوكي، في عندي ميوتيشنز بتاثر لي على خلينا نحكي استقرار الميثاميجلوبين، تمام. راح نحكي عن هذا الموضوع يعني، تمام. وفي ميوتيشنز راح تاثر لي على الالفا والبيتا كونكشنز، يعني مثلا هل الاشي يعني زي ما حكينا الالفا والبيتا كونكشنز بتساهم لي بالمحافظه على التي او الار ستيت للهيموجلوبين. يعني حكينا عن الهيموجلوبين في عندنا تي ستيت اللي هو التوت، اللي هو يفضل او يحفز او يحبذ انه يكون بلو افينيتي ستيت للاكسجين، وبين الار ريلاكس اللي هو بحب وعنده محبة وعشق للأوتو أكسجين. أوكي، فعلى هذا المنوال. أوكي، راح نتكلم بإسهاب إن شاء الله، بس هيك يعني مقدمات للتصنيفات للموليكولار ميوتيشنز، تمام. فراح نتكلم عن كل واحدة بيناتهم إن شاء الله، ونضرب مثال لكل واحدة فيهم. راح نبدأ بالموضوع الأول اللي هو الميوتيشن سيرفس، اللي هو السكل سيل الهيموجلوبين. ايش بصير؟ هذا موضوع بجوز من كثر ما قززونا فيه الاساتذه بالتوجيه وبالبيولوجي وحتى هون لاحقنا ايش هالقصه هاي. سكل سيل الهيموجلوبين عباره يا سيدي العزيز عن ميوتيشن بشكل بسيط من جلوتاميت لفالين، بس تمام. بدي اياك تعرف انه الجلوتاميت عنده شحنه سالبه، هاي المعلومه حتهمنا لبعدين، تمام. اما الفالين اقل شحنه سالبه، بسيطه يعني. اوكي، وهي الميوتيشن بتاثر لي على البيتا جلوبين او بيتا ريزيديو، يعني مثلا عندي حكينا 2 الفا و 2 بيتا، اعذروني، تمام. حصي اسمها يعني بيتا اس، يعني زي هيك يعني، هي تقراوها، هي بتنقرا صراحه، انا ما عرفتش اقراها بغض النظر. الان فعندنا 2 الفا 2 بيتا، فحصير عندي بالتاثير بالبيتا شين، تشين مو شين، تشين لازم هيك نشدد تشين، تمام، بالسكس بوزيشن المنطقة السادسة في البيتا جلوبين. اوكي، وجلوتاميت لافالين، تمام. هلا ايش بيصير؟ راح نشرح صراحة ايش بيصير، يعني انه بيصير انه زي انه بيصير لهم سيكلينج وكلامبينج و و و يعني، بس الفكرة بدك تعرفون هذا الشكل بيأثر لي على زي انه شكل الار بي سي، بصير شكلها زي الهلال، تمام، وراح يقلل من عمرها يعني، بدل ما تعيش 120 يوم تعيش 20 يوم، وهي يعني بتعمل لي هيموليتيك انيميا. بالباثولوجي لها كثير كونسيكونسز، يعني مرض ابدا مش سهل يعني، هذا ممكن يعمل لي، ممكن يوصل للموت يعني، ممكن يعمل لي شست اكوت شست سندروم، ممكن يعمل داكتيلايتس، هذه شغلات اي ثينك تاخذها بالباثولوجي يعني، مش هتدخل فيها يعني، بس هيك مثال. مش صح، خلينا نحكي هالسلايد هي، تمام. هلا بس بدي اياك تركزوا معي شوي. هلا بدي اعمل هذا الخط الحلو، هذا القسم بالوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ايش بيصير؟ الوضع الطبيعي ايش بيصير عندي؟ في عندي اوكسي هيموجلوبين، في عندي دوكسي تي ستيت وار ستيت. اوكي، الار ستيت بتحول للتي ستيت، ايش راح يصير في عندي تغير؟ في عندي زي انه جيب هيك بالبيتا تشين او بيتا ريزيديو، بيصير في عندي هيك تشين هيك، تمام، او جيب. هذا الجيب دائما بصير لما يصير في عندي دي اوكسجينيشن، او بصير في عندي لو اوكسجين كونسنتريشن. اوكي، الان هلا لما يصير في عندي ميوتيشن بجلوتامات بالفالين، راح يصير في عندي زي انه بروتروجن هيك خارج، وهذا دائما ما بيتاثر يعني بالاوكسجينيشن، تمام. هسا لما يصير في عندي دي اوكسجينيشن للهيموجلوبين، راح يصير يعملوا زي انه هذا الاشي راح يركب على هذا الاشي،
تمام، زي مفتاح يعني، زي هيك بصير شكله تمام. فبصير في عندي سيكلينج اور بوليمرايزيشن تمام. الان هلا شو الشغلات اللي بتحفز لي هذا الاشي السيكلينج اور بوليمرايزيشن تمام؟ اوكسجين بريشر بقل مثلا بالمرتفعات العالية، او بالانكريست سي او 2 بريشر، او لم يقل البي اتش. يعني هلا لاحظوا انه هالشغلات هي بتذكرنا بشغله اللي هي الاوكسجين ديسوسيشن كيرف، ساتوريشن كيرف. يعني لما يصير عندي شفت لليمين راح يصير يزيد عندي السكلينج، اوكي؟ بس يعني هي هالفكره. ديهايدريشن في معلومات تحكي انه الديهايدريشن كل ما قل راح يصير عندي انكريس البوليمرايزيشن، اوكي؟ وهذا الشكل الموليكولر الاقرب الى السكلينج، او ليش بصير عندي السكلينج، اوكي؟ الان بس في معلومة، اللي بصير في ميوتيشن غالبا هو البيتا 2 تشين، اوكي؟ البيتا شو 2 تشين، ليش مش كاتبينهم صراحة ما بعرف تمام، بس هون يعني بقول لك التزموا بالسلايدات، يعني بيتا 2 تشين، اوكي؟ هي اللي بصير لها ميوتيشن كما هو موضح بالرسمة يعني. تمام، والبيتا 2 بتعمل لي زي انه رابط على البيتا 1 تشين، يعني هذا نفس اللي حكيناه بس تأكيدا، يعني في بحيث اني انا ما حكيت المعلومة يعني، اوكي؟ تمام. هلا السكل سيل تريت، هلا في عندي زي انه شوية جينيتكس، يعني في عندي مثلا سكل سيل تريت، يعني ممكن يكون عندي زي انه مش اس اس، يعني ما بيكون عندي انه كل الهيموجلوبين تبع البني ادم كله سكل، لا، كل 50% منه يعني سكل سل، 50% طبيعي هيموجلوبين اي بي تمام. وبسموه هيتيروزايجوس، يعني هو هذا المصطلح الاصح، يعني هيتيروزايجوس يعني بيكون خلينا نحكي هذا اللي هو الرمز الطبيعي وهذا هو الاس تمام. فبيكون هيك الجين عنده، فبيكون عنده نص هيموجلوبين صح باقي مشطوب تمام. هلا شو الاشي الحلو في هذا الاشي؟ هذا زي انه العلماء حكوا انه هذا ممكن يعتبر زي انه اداة للمناعة، يعني انه اداة مناعية ضد بعض الباراسايتس. يعني بافريقيا مثلا في عندي اللي هو الانيميا، مش الانيميا، خلينا نحكي الملاريا، انيميا قال الملاريا تمام. في عندي الملاريا بلازميديوم فالسيبورم ذات كوزز ملاريا، وفي عندي بلازميديوم ملاريا، وفي عندي مش عارف شو. ناخذ ان شاء الله راح نتكلم باسهاب في المحاضرات المايكرو يعني تمام، مش موضوع. بس بشكل عام فكرة بدك تعرفوها انه زي انه تعمل لي مناعة، وهذا الشيء راح يقلل لي من انه الملاريا تعيش بالار بي سيز وما راح تكمل السايكل تبعها وما الى ذلك. بس هي هيك تمام. وهيك مراجعة سريعة، السكل سيل تريت بيكونوا كلينيكالي نورمال تمام، بس يعني السكل سيل يعني مثلا اللي عنده مشكلة الار بي سيز اللي فيهم سكل سيل ابنورماليتيز راح يتأثر باللو اكسجين كونسنتريشن، اوكي؟ هاي يعني شغلات هيستولوجي ملناش فيها تمام. الهيموجلوبين سي، هيموجلوبين سي زي فكرة الهيموجلوبين اس، بس الفرق انه بدال الجلوت الفالين راح يتم استبداله باللايسين، اوكي؟ بس هاي الفكرة. والهيموجلوبين سي يعني اهون بكثير من الهيموجلوبين اس، اقل سيمتومز، اوكي ممكن يعمل لي زي انه ديفور كريستاليزيشن للار بي سيز يعني، وهو less soluble than the hemoglobin A تمام، بس يعني اهون. بيقول لك يعني بيعمل لي minor hemolytic disorders، اوكي؟ هسا كيف بدك تحفظ هذا الاشي؟ هسا اعتبر انه هاي سي لايسين، سي لايسين هيموجلوبين سي، وهون شكل زي حرف السي، فهيموجلوبين سي بيصير بسبب عندي لايسين، لايسين تمام. هذا طبعا مش مني، هذا من الفير ستيت صراحه، ايش دخل فيه تمام. فلايسين هيموجلوبين سي لايسين، وهي شكلها اوكي. وهي مايلدر يعني من الهيموجلوبين اس سكل سيل، اوكي. في عندي ديزيز هيك يعني خبيصه، يعني زي منحوس، يعني عنده نوعين السي والاس، يعني بيتا تشين عنده سي وبيتا تشين عنده اس تمام. برضو بس هذا اهون من الهيموجلوبين اس اس الهوموزايجوس، اوكي. الحلو فيه نو كلينيكال كونسيكونسز تمام،
يعني which may know have، يعني ممكن ما يكون، بس يعني ممكن يكون عنده symptoms. يعني هاي الجملة يعني مثلا انه زي ما اقول لك تسمعوا الكلام مثلا انه ممكن ما يصير عنده مشكلة، بس ممكن يصير عنده مشكلة، نفس الشيء الكلام مش مفهوم، تمام، بس يعرفوا انه هو مايلد، يعني اهوى من الاس اس اس. اوكي، هاي المعلومة لازم تعرفوها. اوكي، اهم شيء تعرف وين البيوتيشن بيصير، يعني وانه الهيموغلوبين بي سي اس سي يعني بيكون هيك شكله، عندي بيتا تشين لايسين والبيتا اس اللي هو الفالين، اوكي، بدل الجلوتامات، تمام. هسه كله مهم يعني، بس يعني لما نركز على الشغلات هي يعني. اوكي، هلا عندنا الهيموغلوبين اي، هسه بس هيك ريكاب سريع، يعني رح نحكي شوية موليكيولار هلا. يا الهي شو بيو كيمستري بتفوت بكل شيء، موليكيولار جيناتكس ميتابوليزم حتى باثولوجي كمان، يعني في عدد الامراض باثولوجي، يعني سبحان الله، يعني ما تتفسر الا بالبايو كيمستري. المهم نقطع البريك اللي حكيناها هسه، نعمل نمسح يعني، عاد ما يمسحش، حلو كثير. طيب مش بيناتنا، اوكي، هلا بس في بشكل عام، يعني في عندي ام ار ان اي مثلا، في شوية موليكيولر نراجع، تمام، في عندي اشي اسمه انترن، في عندي اكزون، اوكي، 1 2 3 الى الاخر، تمام. هلا هذا بسموه بري ماتشور ام ار ان اي، تمام، او بري ام ار ان اي، يعني مش يعني ما تدققوش، بري ام ار ان اي، تمام. هلا عشان يصير الماتشور ام ار ان اي، خلينا نحكي يعني، اوكي، لازم يصير عندي سبلايسنج، سبلايسنج بقص لي الانتر، تمام، اللي ما بنحتاجه، فبصير عندي شكل هذا اكزون، اكزون يعني زي هيك، تمام. يعني لاحظ انت هون صار عندي سبلايسنج هون بالاكزون بين تو اكزونز، واعطاني هذا الشكل النهائي، ما عندي مساحات، تمام. بس مراجعة سريعة، شو الانتر وشو الاكزون؟ اكزون في عندي زي انه نيوكليوتيدايد، نيوكليوتايدز، اوكي، جي جي تي، جي جي اي، بغض النظر شو فيه، تمام. والانتر نفس الشيء، بس بشكل عام انا المادة او النيوكليوتايد اللي بستفيد منه هو فعليا بيكون موجود على الاكزون، اوكي، فراح استفيد منه، راح يكون موجود على الاكزون جاست، تمام. هسه ايش بيصير عندي هون، تمام، بعد المراجعة السريعة ايش بيصير عندي هون؟ بصير عندي انه السبلايسنج ما بس بيقتصر على الانتر، لا، بياخذ شوي من الاكزون، فانت ما تاخذ شوي، فانت اخذت لي كم حرف، كم امينو اسد، او كم حمض امين، او كم قاعدة نيتروجينية، مش قاعدة نيتروجينية يعني حرف، تمام، ثايامين، يعني بيورينز وبيوريمدينز وشغلات هاي، مش حنفوت، مش حتفصل الكونسبت اللي نوصله، انه انت اخذت لي شوي من الاكزون، المادة اللي بستفيد منها في صناعة الهيموغلوبين، واثرت لي عليه، تمام. فلاحظ هون يعني مثلا، شوف الصورة هون، زي انه شوي من الاكزون رقم واحد راح، تمام. فهذا الاشي راح يأثر لي على ال mRNA كشكل، ما حيكون طبيعي، وممكن ما يعمل لي، او على غالبا ما راح يعمل لي اني تشين، تمام. هذا خلينا نحكي المرض او الميوتيشن بالثاوس ايست ايجا يعني، تمام. وهذا الاشي يميز فيه، يمتلك كوانتيتيف وكواليتيتيف كاركتر، يعني ما عنده كمية قليلة اصلا، والكواليتي والجودة أصلا معدومة، تمام. هذا الشيء بصير عندي ميوتيشن بالكودون رقم 26 اللي حيتغير لي الجلوتاميك أسيد للايسين، أوكي، AAG creating an alternative RNA splice site and defective protein، يعني حيصير في عندي سبلايسنج مكان زيادة مش مكان صح بالإكزون، وراح يأثر لي على المخرجات، تمام. طبعا individuals with this mutations makes only around 60% of the normal amount of the beta globin، يعني حكينا هذا quantitative و qualitative، يعني كمية بتأثر والكواليتي بتأثر، اوكي. hemoglobin E يجمع ال quantitative وال qualitative، فاحنا خلصنا الهيموجلوبين C، شوف شو خلصنا، دقيقة، وين الشارت هاي، اوكي، خلينا نمسح هون. خلصنا السيكل سيل، خلصنا هيموجلوبين اي، راح نتكلم الان، خلصنا سي طبعا، هتكلم هلا عن الهامر سميث، اوكي، يعني بكل بساطه اللي بدي اياكم تعرفوه
انه انا عندي الهيم، مجموعة الهيم، زي انه في عندي جيب او بوكيت، هيم بوكيت اسمها، بتحافظ لي على الاستابيليتي تبعيتها، تمام، زي جيبتها يعني، الهيم بنحط بجيبه فبتعمل لي ستابيلايزيشن للهيم كومباوند. هلا شو بصير عندي هون بالسميث ميوتيشن؟ هذا بصير في عندي ميوتيشن من الانترنال فينيل الانين بالسيرين، وهذا طبعا بالبيتا جلوبين. لاحظ انه كل ميوتيشنز او معظم الميوتيشنز بتصير بالبيتا جلوبين. اوكي، طبعا هذا الشيء راح يدي لي قل يصير في عندي هايدروفوبيسيتي للهيم بايندينج بوكيت، وهذا الشيء راح يخليه انستابل. وبما انه هذا الهيم صار انستابل صراحة، والبوزيشن تبعه مش ستابل، راح يأثر لي على الافينيتي الاكسجين، الافينيتي، فالهيموجلوبين ما راح يقدر ياخذ اكسجين بشكل كافي، تمام، لانه صار في عندي انستابلايزيشن للهيم، تمام، هذا الشيء راح يسوي لي ساينوسيس. يعني بالمنطقة، يعني انت اثرت لي على الهيم، فلما تاثر على الهيم راح تاثر لي على الانتيك اكسجين، فلما تاثر على الانتيك اكسجين يعني انت ما بتاخذ اكسجين كافي، فالجسم صار عنده حاجه للاكسجين. فمن اعراض الكلينيكال اسبكتس للديكريست اكسجين انتاك اللي هي الساينوسس. اوكي، كلينيكال في عندي سنترال ساينوسس، بيرفرال ساينوسس، شغلات كلينيكال هاي مش راح نخوض فيها، يعني ان شاء الله تصيروا رابع اخير تعرفوها. الان في عندي ميوتيشنز، حكينا هاي بالاي والبي كونتاكت، هلا هاي حكينا الميوتيشنز هاي بتاثر لي على الستيت تبع الهيموجلوبين. يعني مثلا حكينا في ميوتيشنز بتحفز لي الهيموجلوبين يكون بالار ستيت، ريلاكسد ستيت، تمام، او ميوتيشنز بالتي ستيت. اوكي، فمن الامثله اللي بتكون من الار ستيت اللي هي هيموجلوبين كاو تاون. هسه شو كاو تاون؟ مدينه البقر، هيك يعني، هيك يعني فعليا كاو تاون مدينه البقر، هي هيك اسمها، هيك اسمها، هيك ترجمتها، بعرف ايش صارت. المهم بمدينة البقر، هيموجلوبين مدينة الأبقار، تمام، هذا الهيموجلوبين بصير في عندي زي انه سبستيوشن اوف هيستيدين 146، تمام، راح يتحول لليوسين، تمام، مش لايسين، ليوسين، تمام، عشان ما نخربط يعني. اوكي، بعرف راح تخربط ليوسين لايسين مش عارف شو. المهم فبصير في عندي مور هيموجلوبين ان ذا ار ستيت، يعني هذا الشيء راح يصير عندي انكريسينج للافينيتي للاكسجين towards the oxygen. okay. الآن في عندي نوع، يعني احنا حكينا عن النوع الأول هو الهيموجلوبين كاوتاون اللي سببه شو سببه؟ صار عندي ميوتيشن من اليوسين للهيم لل سوري مش من اليوسين، من هيستيدين لليوسين. أخي أمسح عشان عرفت الدنيا. راح يصير عندي ميوتيشن من الهيستيدين لليوسين. أوكي، هذا النوع الأول. فعندي نوع اللي هو بصير بسبب elimination من الهيدروجين بوند. احنا حكينا الهيدروجين بوند between chains هي زي ما حكينا محاضرات سابقة، يعني هون مثلا هي صور المحاضرة السابقة، انه في عندي هيدروجين بوند بتخلي لي انه تي ستيت favorable. اوكي، يعني انا بحبذ التي ستيت، بينما في لما يصير عندي اوكسجينيشن لا، بصير في عندي هيدروجين بوند بتحفز لي الار ستيت، تمام. مراجعة سريعة، ايش بصير في عندي هون؟ عندي بالبيتا 2 تشين، احنا نحكي بالتي فورم، تمام، بصير في عندي هيدروجين بوند بين الاسبرتيت موجود على البيتا تشين والتيروسين موجود على الالفا تشين، بصير في عندي اوكسجينيشن، بصير في عندي هيدروجين بوند بين بيتا تشين، تمام، الاسبرجينين والالفا تشين عن طريق الاسبارتيك اسيد او الاسبرتيت في رواية اخرى. الان في عندي نوعين من هذا، خلينا نحكي الميوتيشنز. اوكي، في عندي كانسس، في جامعه كانسس بيروحوا بيعملوا عليها الكتف، تمام، في جامعه او مستشفى كانسس بيروحوا عليها صراحه طلاب، يعني الكتف يقدم ستيب 1 او او اي تي صراحه، وبتروح هناك اي ثينك لازم نقدم قبل سنه يعني شغلات. وفي ياكيما، هاي ياكيما صراحه مش عارف أقول هي بأمريكا ولا باليابان. ياكيما هي بتحسها هيك مقولة يابانية، هيك فيلم ياباني، بغض النظر ففتنا سوالف احنا بغينا عنها صراحة، أنا مشكلتي بسرح أحيانا. المهم فالهيموجلوبين كانسز بصير في عندي ستابلايزيشن للتي ستيت، ليش؟ إنه صار في عندي تغيير من الأسبرجينين، تمام، إلى الثيروسين، تمام، أوكي، أو الهيستيدين، تمام.
وعندنا بالهيموجلوبين يكيما، اتوقع يكيما، اوكي تعمل ستابلايزيشن للار ستيت، يعني بصير في عندي ميوتيشن من اسبارتيت اسبارتيك اسيد تمام الى الهيستيدين او الاسبرجينين. يعني بشكل عام اي نو هذا الموضوع مستفز، يعني انه شو بدك انت مني؟ انا بقول لك شو بدك مني او شو بدي منك. بدي منك تحفظ يا سيد العزيز، وراح تحفظ كثير يعني مش هتوقف على المادة، انه عندي ميوتيشن من اسبرتيت، سوري من اسبرجينين تمام للثيروسين الثيرونين تمام، هذا تي فيكس اللي هو الكنسز يعني هاي لهاي تمام، وديك تحفظ انه اسبرتيت للاسبرجينين تمام، عشان ما نعجق الموضوع، يعني موضوع ما نحمله اكثر مما يحتمل يعني تمام. اسبرتيت للاسبرجينين اور هيستيدين، اوكي اوكي تمام. بس يعني هي يعني انت كسرت رابط، الفكره الموضوع ان انت كسرت رابط يعني غيرت مكان كذا، فانت راح تحفز لي انه يكون بالتي ستيت او بالار ستيت وما الى ذلك تمام. بس هاي المعلومه اللي لازم نطلع منها ان شاء الله، ويعني يحفظوا كل شيء مش غلط، يعني يحفظوا يحفظوا. Altered Oxygen Transport، هلا من اسمه يعني بصير عندي ميوتيشن بالترانسبورتيشن. الآن هاي صراحة مهم يعني تعرفوا اللي هو الهيموجلوبين ام الميث ميجلوبين، ميث ميجلوبين صراحة إذا معلومة هي صحيحة، بس أنا أتوقع إن هذا التحليل، هاي تحليل لهذا الهيموجلوبين عندنا بالبلد يعني ما بنعمل إلا بالمختبرات الجنائية أو بالمستشفى، يعني ما بنعمل مختبرات عادية تمام. والله العليم ليش بحطه بذمتي يعني، بس هيك سمعت معلومة. المهم هلا لانه هذا ممكن يكون سوى تسمم، يعني ممكن الناس تسمم مثلا ادويه معينه تسمم الواحد فتحول الى هذا الهيموجلوبين. المهم فايش بصير في عندي؟ نحن حكينا سابقا وعندنا مركب الهيم تمام، خلينا نعتبر هذا الفرس مجموعه الحديد اللي هي الفرس، عندي 1 2 3 4 5 6 بايندينج سايتس، حكينا 6 مع الاكسجين تمام، وحكينا الفور فور بايندينج سايتس مع النيتروجين بوندز اللي هما من البايرول رينجز، وحكينا في واحدة الهيستيدين. المهم هلا الفكرة اللي بدي احكيها يعني انه مجموعة الحديد لازم تكون شحنتها بلس 2 زائد 2 عشان ايش ترتبط بالاكسجين. هلا اذا صار شحنتها 3 هذا الاشي كيف بيصير؟ عن طريق الاكسيديشن للاكسيد. هلا بحكي، خلينا نركز هون. هلا صار هذا الحديد مجموعة الهيم تبعيته زائد 3 موجب 3، ما راح عندي يصير عندي بايندينج للهيموجلوبين للأكسجين. طب هذا الشيء يعني أنت عندك الهيموجلوبين ما بيكتسب أكسجين، فالزلمة راح يختنق، راح يخف عقله الزلمة، ما عندي يعني ما عندي أكسجين، ساينوسيز، الدم راح يتغير. أنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا ممكن نلاقيه بالنورمال تيشوز؟ الجواب نعم، يس بنلاقيه بالنورمال تيشو، ولكن نسبة 1% يعني تمام. بس في أدوية معينة ممكن تحول لي إلى كميات كبيرة تمام. هلا ليش بيصير في عندي هذا الشكل؟ لأنه عن طريق أثناء الأكسجين ريليس فروم ذا هيم بصير في عندي الفرس، بصير أكسيدايزيشن للفركستين تمام. لما يصير عندي اوكسيديشن للفرس او تاكسد لهذه مجموعه الحديد، اصير عندي ميث ميجلوبين اللي هو ميجلوبين ان تمام، وهذا الشيء راح يمنع لي البايندينج للهيموجلوبين. هلا في عندي انزيم صراحه بينقذ الموقف والوضع، هو اسمه ميث ميجلوبين ريدكتيز. من اسمه ريدكتيز المفروض تعرف شو وظيفته، يعني ريدكش ريدكتيز، يعني خلينا نرجع شويه اساسيات كيمستري تمام. ريدكتيز شو يعني ريدكتيز؟ ريدكتيز يعني بنضيف الكترون او هيدروجين تمام، نضيف هيدروجين. فلما انت تضيف هيدروجين او الكترون على اشي زائد مثلا 3 راح تقل شحنته وتصير زائد 2، بس هيك يعني. فلما تعملوا ريدكشن راح تتحول من فرس من فرك لفرس، اوكي، عن طريق ميثموغلوبين ريدكتيز that reduces iron back. إذا ما صار عندي هاي العملية راح يصير في عندي ميثموغلوبينيميا تمام.
الآن هاي تعرفوا، من بعرفكم أنتم بتحبوا الشغلات الصور هاي البيوكيمستري، سهم طالع سهم نازل سهم يمين سهم يسار. نعم تعشقوا الموضوع هاي وأنا بعشقه. الله يرزقني يجي كلاس إذا كنت كذاب. المهم فعندنا سيتوكروم ريدكتيز بياخذ مجموعة الهيدروجين أو الإلكترون كارير أو الإلكترون من الإلكترون كارير. نحن نعرف إن NADH هو عبارة عن إلكترون كارير، أوكي؟ فبياخذ الإلكترون من الـ H، فوت الإنزيم، تمام؟ وفي عندي الـ Oxidized فيرس، يعني بيعمل زي إكستشينج، الفرس بيطلع لفوق، الفرك بيطلع لفوق بيعطيني فرس، والـ NADH بيعطيني الهيدروجين والإلكترون وبينزل لتحت، تمام؟ بس هيك يعني أجواء يعني. مش عارف ليش مو حاطين نفس الاتجاه يعني، بس انه اجواء تمام. فعندي سيتوكروم بي 5 بيحمل لي مجموعة الحديد هاي، اوكي، من الاوكسيدايزد ستيت لريديوسد ستيت بترجع الامور الى نصابها وكأن شيئا لم يكن، تمام. وهي ميث هيموجلوبين، تمام، اوكسيدايز فور عن طريق ريدكتيز يعطيني هيموجلوبين، يعني اكثر من صورة ولكن النقطة يعني كل الطرق تؤدي الى روما، تمام. انه عندي ريداكتيز اكتيفيتي عن طريق ال NAD اتش، يصير في عندي ريدكشن عن طريق السيتوكروم بي 5 ريداكتيز، اوكي. هاي الشوكليت براون كولرد بلاد، يعني ممكن يجيب لك سؤال يعني ما بعرف صراحه اذا بيجيب لك اياه ولا كيس، مثلا يقول لك فجاه عندي بيشنت طفل ولا كبير، يعني فجاه صار في عندي ساينوسز، طبعا بيقول لك اعطينا دواء معين درج معين او صار شرب من مياه وسخه وملوثه، وبعدين اجى على الطوارئ شفايف ملونه زي اللي بالصوره، اخذوا عين الدم بصف لك اياها شوكليت براون كالرد بلاد، ايش يور دايجنوز؟ طبعا بحط لك بالخيارات ميث ميجلوبينيميا، فبتختار يعني اذا يعني اذا كان كيس يعني والسياق على هذا الاشي. يعني هلا في كثير امراض تعطيني هالشغلات هاي يعني اللي هي الساينوس، بس يعني هي اقرب شيء للميثموغلوبين يعني، يعني مش غلط تعرفوا هذا السيناريو يعني. الان هسه ليش بصير في عندي هيموغلوبين ام؟ في بعض الاسباب، ممكن تكون جيناتيك، ممكن يكون برضو جيناتيك يعني، ممكن يكون دراج انديوست، اوكي. ففي عندي هيموغلوبين او خلينا نحكي بالجيناتكس يعني شوي جيناتكس، انه عندي هيموجلوبين بوسطن، هي بوسطن مدينة اتوقع، في عنا شارع مدينة بوسطن فرايد تشيكن، تمام، بس عشان بعرف اذا بتعرفوه يعني بشارع المدينة. المهم فعندي هيموجلوبين بوسطن، صار عندي ديستال هيستيدين، صار ميوتيشن انتو تايروسين، تمام. هيموجلوبين ام لويت برضو بروكسيمال هيستيدين تايروسين. هسه شو الفرق عندي هون ديستال وهون دي بروكسيمال؟ احفظوا انه هاي ديستال، احفظوا انه هاي بروكسيمال، وكلهم تحول لتيروسين. هذول شو بيسووا لي؟ هذول بيأثروا لي على ريدكتيز اكتيفيتي هذا، شايفين هذا الانزيم ريدكتيز راح يتأثر بسبب الميوتيشن هاي، اوكي، اتراكت ووتر انتو ذا بوكيت. او ممكن يكون عندي ديفيشنسي بالريدكتيز انزيم، يعني حكينا انزيم اصلا هو اللي بيرجعني الامور الى نصابها، فصار في عندي اني ميوتيشن بهذا الاشي، فراح يقل عندي الريدكشن وراح يزيد عندي كميات الاوكسيدايزد فورم للهيموجلوبين. في بعض الادويه او drinking water containing nitrates، تمام، مياه ملوثه تحول لي او تثبط لي او تاثر لي على وضعيه الميثموجلوبين، اوكي. ها كيف نعالج الميثموجلوبين؟ هاي هاي اسهم تحبوها كثير انتم. هلا الفكرة العامة ما حفوت هلا افوت والله اشرح لك والله كنا هيك كنا هيك، لا لا راح اوصلك الى الموضوع من اساسه. هسا انا شو مشكلتي؟ انا مشكلتي اصلا شو هي؟ تقتضي بانه عندي انا في الرك ستيت مجموعة الهيم موجودة بالهيموجلوبين عندي شحنة بلس 3، اوكي. فانا شو بعمل؟ بدي دواء يحول لي اياه من زائد 3 لزائد 2، بس هي هاي الفكره. فالعلماء اخترعوا دواء اللي هو عندي ميثالين بلو. الميثالين بلو شو بيعمل؟ بياخذ مجموعه الالكترون موجوده على الان اي دي بي اتش اللي رح نحكي عنها بالمحاضره القادمه باذن الله تعالى، تمام،
وكيف انه هذا ال NADPH رح يفيدنا، رح احكي عنه بس خلينا نكمل الفكرة. ال NADPH اللي عنده مجموعة الكترون هو الكترون كارير، رح يعطيني للميثيلين بلو، وعن طريق الريدكتيز اكتيفيتي رح يعطيني ليكوميثيلين بلو. هذا المركب رح ياخذ مجموعة الالكترون اللي اخذها من NADPH وراح يعطيها للحديد، تمام، وراح يرجع لي الهيموجلوبين 3 بلس الى 2 بلس. اوكي تمام. هلا كيف اجا وشلون وكذا، يعني هسه هذا ال NADPH ونجا، في عندي باثوي اللي هو HMS اللي هو هكسوز مونوفوسفيت شنت او بنتوز فوسفيت باثوي، تمام، راح نحكي عنه بالمحاضرة القادمة شوي شوي، تمام. وفي عندنا هون ال NADH، ال NADH بتعرفوا جاي من جلايكوليسيز، تمام، في عن طريق الريدكتيز. يعني حكي هذا الباثوي حكيناه بالاستاذ الماضي، يعني بس انه هاي باثوي اخر انه كيف ممكن اعالج الميثموجلوبين، اوكي، عن طريق استغلال NADPH، تمام. احنا خلصنا ال نرجع خلصنا الميوتيشن سيرفيس، خلصنا الانترنال ريزيديو هيموجلوبين ام هامر سميث اللي بتأثر لي على البوكيت، وخلصنا الميثموجلوبين اللي هو صراحة كثير، يعني شوفوا هاي اللي تعرفوه يعني. وهلا خلصنا الميوتيشنز، ايش ضل علينا؟ خلصنا احنا هلا ايش الكوانتيتيف، سوري كواليتيتيف اللي هي ديس اوردرز، خلصنا الكواليتيتيف، تمام، هنبدأ هلا بالكوانتيتيف. اوكي تمام. هسه بس بشكل عام قبل ما افوت بس بدي اعمل ريكاب سريع، هسه بس بدي هيك شوية تيرمينولوجي نعرفها، مش تيرمينولوجي صراحة، لا مش تيرمينولوجي، شوية مصطلحات نعرفها. هلا انا عندي على كروموسوم 16 هيك ريكاب، عندي 2 جينز او لا سوري 4 جينز، انه 2 كروموسومز، اي 2 جينز للالفا، تمام، نحن بنحكي على الالفا، تمام. هلا بحالات الالفا تلاسيميا ايش بصير عندي؟ بصير عندي المشكلة انه يصير عندي ديليشن، ممكن يصير عندي 1 ديليشن 2 ديليشن 3 ديليشنز 4 ديليشنز، اوكي. فالمشكلة بالالفا جيم صيف عندي زي انه الموجود على كروموسوم 16، ما كتب 16، تمام، صيف عندي ديليشن للجينز الموجودة على الكروموسومات هاي، تمام. فكل ما زاد عدد الكروموسومات المشطوبة كل ما زاد عندي البروجنوسز، يعني خلينا نحكي سائل البروجنوسز، تمام. في عندي شيء اسمه هيموجلوبين اتش، هيموجلوبين اتش هو عبارة عن زي انه بيكون عبارة عن تترمر للبيتا تشين، تمام، وفي بيكون عندي شوية الفا 2 يعني، بس انه الفا 2 مع بيتا 2، يعني خلينا نعتبر مثلا هاي مثلا 10% وهي 90% بيكون خلينا نحكي بيتا 4 او هيموجلوبين اتش. هذا بيكون بيصير عندي بحالات 3 ديليشنز، يعني صير عندي ديليشن ب 3 جينز 1 2 3، وهذا شغال مثلا بهذا الشكل اللي بنشوفه. في عندي شيء اسمه اللي هو الجاما 4، تمام، هذا بنشوفه بالهايدروبس فيتاليس، لما يعني يكون عندي ديليشن بالفور جينز 1 2 3 مشطوب حنلاقي هذا تترمر. طبعا هذول ما بيعيشوا صراحة بالعادة، يعني ما بيدل يعني، بس هذا الشيء ما بيعيش لأنه يعني انت اصلا ما عندك الفا تشين اللي زي انه بيعمل لي توازن الهيموجلوبين وزي انه يثبت لي وظيفة الهيموجلوبين انه يعمل اكسبتنج للاكسجين. انا احكي فيها احنا احكي فيها، تمام، بس بشكل عام القاعدة العامة بدي اياك تعرفوها انه الالفا تلاسيميا بسبب صار عندي ميوتيشن بالجين، اوكي، واحدة من الجينات سواء 1 جين 2 جين 3 جينز 4 جينز بغض النظر، وعلى كروموسوم 16، تمام، وكلينيكلي فاريبل يعني حسب شو الجينز اللي انشطبت. اوكي، في عندي هلا خلصنا شو اسمه الالفا، هلا نحكي عن البيتا هذا اكثر بروتين مسخوط كل الميوتيشنز عليه، ما صدقنا على الله ولا لقينا ميوتيشن او ميوتيشن، حتى ما لقينا ميوتيشن، لقينا ديليشن، يعني حتى بالالفا جين ما في ميوتيشن ديليشن. الالفا هذا بحسه زي انه
بروتين نبيل يعني، ما بيصيبه ميوتيشن، يا بعيش بكرامة يا بعيش صحيح يا بنشطب، يا قاتل يا مقتول. وهنا بالبيتا بروتين ذليل ممكن يعيش، ما عنده مشكلة، هو معاق مش طوب، بغض النظر عن التشبيهات، بغض النظر. فعندي البيتا موجود على الكروموسوم 11، اوكي اي 11، شايفين اي كروموسوم 11 11 تمام. هلا هو ما بصير له ديليشن، ايش بصير له؟ بصير له بوينت ميوتيشن تمام. مثلا هذا الجين بصير عندي مشكلة هون او هون او هون، بغض النظر تمام، ما بصير له ديليشن. المهم تمام، في عندي كمان هيك رموز، في عندي شيء هيك بلس بيكون، ايش معناته بلس؟ انه راح يفرز لي كميات قليلة، يعني في الجين موجود بس راح يفرز لي كميات قليلة، يعني الجين ميوتيتد بس راح يفرز لي كميات قليلة، بدل ما يفرز مثلا هاي القامة عندي، يعني بدل ما يفرز لي 100% مثلا، يفرز لي مثلا 20% مثلا مثلا يعني. بينما بيتا صفر تمام، جين مشطوب تمام موجود تمام، ولكن صفر هيموجلوبين تمام. بس هي مش ترمونولوجي، خلينا نحكي مصطلحات لازم تعرفوها. التلاسيميا ايش فكرتها؟ بصير في عندي زي انه ريشيو بين الالفا والبيتا تشين، يعني مثلا بصير في عندي التريشن، يعني مثلا اذا بحاله الفا تلاسيميا البيتا جين او سوري البروتين راح يزيد اكثر، والعكس صحيح، اذا عندي مشكله بالبيتا راح يزيد عندي الالفا والعكس كذلك. اوكي، طبعا هاي رسمه لافريقيا، دائما الشرق الاوسط مسخوط بالشغلات هاي تمام. الان الفاريبل سيفيريتي، هسه حكينا احنا انه حسب الميوتيشنز بيكون عندي الكلينيكال اوت كم، يعني مثلا عندي 4 جينز ما حيكون عندي شيء، عندي 1 جين 1 جين ديليتد سايلنت كارير، يعني هو حامل المرض ولكن ما عنده اي سيمتومز، 2 جين تلاسيميا ماينر، 3 جينز هيموجلوبين اتش اللي حكينا عنه اللي هو بيعطيني بيتا 4 تترمر، هيدروكسيتاليس اللي هو ميوتيشن بالالفا جين كله. اوكي تماما يا رفاق، تمام. هلا الفكرة من الصورة هاي ما بتنمسح، طيب بغض النظر انسوا الفكرة من الصورة هاي، انه مراجعة سريعة، الفكرة منها انه عندي الفا من اثناء اليوكسات او حتى الولادة، سوري من بدء الحمل وانتاج بلد الى حتى الوفاة، عندي الالفا تشين او الجين بيكون اكسبرس بشكل عالي، هذا الوضع الطبيعي. هلا صار عندي خلل في هذا الجين تمام، راح يأثر لي على الهيموغلوبين بالادلت، الهيموغلوبين بالفيتس، والهيموغلوبين A2 اللي هو ابسلون. اوكي يعني بشكل عام اذا انت اثرت على الجاما انت حتأثر عليه فترة الحمل او فترة خلينا نحكي البلوغ تمام، بس هي الفكرة تمام، انه موجود دائما ما بينقطع، فانت اذا قللته اثرت عليه راح تأثر عليه بالكبر او بالصغر، عكس البيتا، البيتا ما متى يبين؟ يبين بعد الاسبوع الثامن والسادس، بس هيك لمت افكاري، بس هي الفكرة تمام. بيقول لك انه all affected in alpha thalassemia. اوكي هيموجلوبين اتش، هيموجلوبين اتش حكينا عنه، خلينا نورجيك اياهم هون مثلا، هيموجلوبين اتش بقول لك 3 جين ديليشن، عندي 1 جين هيموجلوبين اتش بصير عندي اللي هو البي 4. اوكي بس هي الفكرة، وبصير اسم المرض تلاسيميا انترميديا، يعني مش ماينر مش ميجر، لا ما بينهما، الام سي في راح يكون واطي كمان، وفي عندي مايكروسيتيك انيميا. هاي صراحة مايكروسيتيك انيميا، المايكروسيتيك مايكروسيتيك وميجالوبلاستيك ومش عارف شو، هاي شغلات اي ثينك بالفسيولوجي بتاخذوها تمام، بس اتوقع يعني اذا بدكم معلومة هيك اكسترا مني راح احكيها اخر محاضرة او ما احكيها صراحة، هسه بشوف الوضع تمام. وين كنا؟ تمام. فبصير عندي هومو تترمر، هومو تترمر، هومو يعني مش مثلي، خلينا نحكي مثلي، اوكي هومو مثلي
تمام، مثل 4 تترامرز، اوكي، بي 4 تمام. فهذا الشيء راح يقلل لي من الاكسجين كارين كاباسيتي، اوكي. وهذا المين تايب اوف ميوتيشنز ديليشن، تمام. نادر ما يصير بوينت ميوتيشن، وحكينا الالفا جين، الفا جين عبارة عن ديليشن، تمام، مش بوينت ميوتيشن. هاي الهايدروب هاي دروبس في تالس، عندي ديليشن الفور جينز، اوكي، بصير في عندي اللي هو الجاما تترمر او هيموجلوبين بارت هومو تترمر اوف جاما. الهيموجلوبين بارت هاز نو اكسجين كارين كاباسيتي ريزلتينج ان اكسجين ستارفيشن ان فيتال تيشو. هاي الحالة حكينا هاي دروبس في تالس وما بيصمت مع الأسف. فنسأل الله السلامة العافية والذرية الصالحة والذرية. تمام، هيموجلوبين اتش بصير عندي ديليشن ل 3 جينز، تمام، مايلد مودريت هيموليتيك انيميا ان ادلتس. وفي حنلاقي زي ما حكينا عندي كميات كبيرة من الهومو تترمر البيتا تترمر، تمام. فحكينا ممكن نلاقي الفا 2 ممكن وبيتا 2، بس حنلاقي بيتا 4 كثير، تمام، لانه حكينا يعني اصلا التلاسيم عباره عن اي مرض، عباره عن كوانتيتيف، تمام، كوانتيتي يعني كميه قليله، فالكميه قلت فالجسم بده يعوض النقص هذا بالكميه هاي، فبصير في عندي تترمرز هو تترمرز. هذا ديزيز نوت فاتال. فهاي سامري يعني صراحه مش عارف كيف تحفظوها يعني، بس يعني اول ثنتين 4 3 نورمال يعني ما بيكون في عندي سيمتومز يعني، تمام، فينوتايب طبيعي تقريبا. احفظوا انه 2 جينز، طبعا في تفاصيل لها مثلا هي يعني انه 2 سيس 2 ترانز يعني لها تفاصيل بس ما حنفصل فيها. هي يسموها التلاسيميا تريت، تمام. عندي 2 جين ميوتيشنز وعندي 2 نورمال جينز، هذا بيكون ممكن في شوية سيمتومز او ممكن يكون اسيمتوماتيك حتى، وراح نلاقي الام سي في قليل عنده، تمام. عندي هون 1 جين، ال 1 جين راح يعمل لي هيموجلوبين اتش اللي هو حكينا عنه، بيعمل لي اللي هو الهومو تترمر، تمام، فور بيتا تشينز، اوكي. وهي يسموها تلاسيميا انترميديا، في عندي مايل تو مودريت مايكروسيتيك انيميا، في عندي اللي هو النو جينز الهيدروبس في تالس تلاسيميا ميجر يكون عندي جاما، هذول ما بيصمدوش صراحة. انا معلومة كنت احكيها بس في عندي ايرون ديفيشنسي انيميا، هي صراحة اكسترا مش مطلوب منكم بايو كيمستري بس لازم تعرفوها. عندي مثلا المايكروستيك انيميا ام سي في لازم يكون اقل من 80، في ناس بيحكوا 70، ما اعرف انتم التزموا بالرقم اللي عندكم مطالبين فيه. ففي عندي سببين المايكروستيك انيميا اللي هم تلاسيميا، تمام، تلاسيميا او الايرون ديفيشنسي. هلا كيف يفرق بيناتهم؟ عن طريق ال ار دي دبليو ريد وبلاد سيلز ديستربيوشن. بالايرون ديفيشنسي بيكون عالي ال ار دي دبليو، بالتلاسيميا بيكون نورمال. هو من اتوقع من 10 من 8 ل 14 او 10 ل 14، شوفوا الرقم انتم اللي عندكم اياه واحفظوه، تمام، تمام. بس انه التلاسيميا بيكون نورمال. هسه شو الار دي دبليو؟ اللي هو انه مقياس انه هل الار بي سيز مختلفه باحجامها واشكالها. بالتلاسيميا حيكون نفس الشكل، لان حكينا عندنا مشكله مش بشكل البلاد سيلز، عندنا مشكله بالكميه، تمام. هلا اوكي حياثر سلبا على البلاد سيلز لا اختلافا يعني، بس ار ديفيشنسي راح تلاقي كمان اختلاف يعني. بس احفظوها حفظ يعني، هي شغلات هيستولوجي مش هنقدر نسهب فيها، بس معلومه اكسترا، تمام. انا دائما بجيب العيد بتفلسف شغلات ملهاش داعي، والله مهمة يعني صراحة، بس يعني لازم تعرفوا. هذا الكلام حكينا عنه انه 2 جينز ان اكتيفيتد 1 جين ديليتد، يعني حفظ معلومات حفظ يعني سايلنت كارير يعني 1 جين ديليتد اسيمتوماتيك، 2 جينز ممكن غالبا يكون جنرالي اسيمتوماتيك. الآن البيتا تلاسيمين هو عبارة عن ممكن يصير في عندي زي انه هومو تترمر، يعني زي ما صار عندي هومو تترمر هون بالالفا تلاسيميا، ممكن يصير في عندي الفا تترمر ممكن يعني.
فالمين تايب اوف ميوتيشن ممكن يكون بالبروموتر، ترانزليشن، فينيشن كودون، سبلايزنج بوزيشن، يعني له كثير اسباب. تمام. الفا جلوبين هومو تترامر ار اكستريملي انسوليبل، يعني قصده هذا المركب شايفينه، يعني بدل ما يكون عندي الفا 2 بيتا 2 صير في عندي الفا 4، نفس اللي حكيناه فوق اللي هو انه بيتا 4. انا عجبت الدنيا اي نو، بس انه عشان تعرفوا شو هو قصدي عنه. طبعا هذا الاشي المركب هذا يصير بالبيتا تلاسيميا راح يصير في عندي تترمر. هذا التترمر صراحة يعني انسوليبل، فهذا راح يدي لي بريماتشور ريد بلاد سيل ديستركشن ان ذا بون مارو، يعني عندي البون مارو ينتج لي كرات دم حمراء. هاي الكرات الدم الحمراء ما راح تلحق تطلع برا الدم، برا البون مارو، ولا تتكسر. طب هذا الشيء راح يسوي لي شيء اسمه اكسترا ميدلري اريثروبيوسيس، يعني زي انه انتاج بلاد سيلز باماكن غير البون مارو، غير البون مارو صراحه، والسبلين والليفر. راح يصير في عندي بالمثلا بالسكال مثلا اكسترا ميدلري اريثروبيوسيس انتاج، احنا في زي هيك الشكل بيصير. هاي صورة ما عندي صراحة، اللي هي chopping face، يعني هون اماكن ال erythrobiosis بويسيس. تمام. انا هاي سلايد زيها زي سابقيتها، حكينا احنا عنها ال بي صفر complex lack of beta chain، تمام complete lack بي بلس some expression of the beta chain، هاي النورمال وهي الهيموجلوبينية اللي حكينا عنه فوق. نرجع له هسه، يعني هسه النقطة المجهرية أو المفصلية لازم نعرفها. لازم نعرف عندي إشي اسمه ماينور، ليش سببها، يعني أنا كيف بدي أحفظكم إياها هاي أنا. تمام. هلا هاي بيتا بلس، تمام هاي بيتا بلس. هلا بنشوف طريقة أحفظكم إياها كيف. يعني هلا بالتلاسيميا ماينر، ايش ماينر؟ يعني بيكون عندي مشكلة بون جين، تمام، وان ميوتيشن، ميوتيشن بون جين، يعني ممكن يكون، يعني الشرط عشان نسميه هذا ماينر يكون عندي وان انتاكت بيتا جين، ومش مشكلة لو كان عندي يا الثاني صفر مثلا او زائد. تمام. اهم شيء انه يكون عندي وان انتاكت جين. اوكي. هلا بالانترميديا لا، بيكون عندي تو جينز عندي فيه ميوتيشنز، تمام، بس على شرط، على شرط انه ما يكون عندي الصفر والاثنين. يعني اوكي ممكن الاقي صفر هون، تمام، وبيتا بلس، او ممكن الاقي بيتا اي وبيتا صفر، بس اهم شيء اثنين ما يكونوا صفر. اوكي، يعني ممكن يكون صفر اي صفر اي بلس، تمام، بس اهم شيء انه ما يكونوا تنتين صفر. بينما الميجر اللي هي التنتين بيكونوا صفر، يعني بيكون عندي الالفا تترمر هذا حكينا عنه، انه ما عندي لا انتاج لا بيتا ولا ولا شيء. هلا ايش بصير في عندي هون مشكلة؟ بصير في عندي زي انه حاجة الى ترانسفيوجن، ترانسفيوجن ديبندنسي، تمام. ممكن بالانترميديا نحتاج الترانسفيوجن حسب السيمتومز، وهون اكيد راح احتاج ترانسفيوجن. هسا هذا الاشي راح يسوي لي ايرون اوفرلود، اي ثينك راح تاخذه بالباثولوجي حال اسمه هيموكروماتوسز. في عندي برايمري هيموكروماتوسز، في عندي سكندري. البرايمري عباره عن ميوتيشن بالجين المسؤول عن امتصاص الحديد بالامعاء، السكندري بيكون انه بسبب غالبا ترانسفيوجن. تمام. بنعطيه احنا بلاد كليترز وشغلات زي هيك، يعني بالباثولوجي والفارماكولوجي تفصلوا فيه اكثر، يعني بس انه عشان اقول لكم انه في عندي ايرون اوفرلود بيسبب لي هيموكروماتوسز، عشان هيك نحن بنخاف من ايرون اوفرلود فبنعطيه احنا الكليترز. اوكي، الترانسفيوجن اوكي علاج، ولكن له سايد افكت ممكن يكون مرعب صراحة اذا ما تعالج. اوكي تمام. حكينا complete lack of hemoglobin A is denoted as beta ثلاثيمة صفر or major، حكينا عن هذا الشيء. يعني هذا الكلام صراحة يعني يقول لك هون long term transfusion اكم ايرون اورجان، يعني بشكل عام هيموكروماتوسيس بصير في عندي accumulation بالايرون بالهارت بالليفر، يعني بصير عندي كارديوميوباثي، بصير في عندي سيروسيس، بصير في عندي بنكرياتيتس،
وحتى صار عندي هايبوكوندازم، يعني ممكن صار عندي اكيميوليشن بالايرون بالتستس، هاي شغله باثولوجي انا مش عارف ايش تفصلت فيها، بس يعني اللي بيحب يستزيد يستزيد يعني. تمام، هذا الشيء ممكن ياثر لي على الاورجانز، يعني ممكن تكون فات الازامه تعالجت. اوكي، الماينر حكينا عنه، يعني بصير عندي بيتا ماينر، يعني بصير عندي 1 نورمال بيتا جلوبولين جين، يعني هذا الحكي حكيناه كله والله، يعني تمام هذا صراحة حكيناه، يعني مش حكرره. تمام تمام هلا هاي الحالة حكينا عنها انه هي مش مرض، يعني هون هو كاتب هون مش مرض، يعني تمام مش هو حاكي مش مرض هون، بس انه كيف اقول لكم اياها، تتذكروا في سلايد شرحتها، خلينا اشرح هون، انسوا الموضوع بس خلينا اشرح، مش بدي سلايد فاضي. هذا شريط الكروموسوم وهذا اللوكس، تمام، وهي الجاما جين وهي البيتا جين. اوكي، هلا بالادلت ونحن نعتبر انه الاتجاه حكينا درجة الكهرباء او الشريطة من اليسار الى اليمين، تمام، يعني هذا ال كان هون، تمام، بس لما كبرنا تحول لهون، فراح يصير لي عن طريق الاقتراب من البيتا جين راح يصير عندي اكسبريشن للبيتا جين. تمام، ففي ناس ايش عندهم، لا عندهم الشريطة زي هيك، هاي ال لوكاي وهي الجاما وهي البيتا، ال ما تحركت، صار في شلل بالحركة من اليسار الى اليمين، فاللوكاي هاي راح تضل تعمل اكسبريشن للفيتال هيموغلوبين، يعني حيصير بدل ما يكون عندي الفا 2 بيتا 2 بالوضع الطبيعي حيكون عندي جاما 2 والفا 2. تمام، بس هي هاي، تمام، عشان هيك الناس والدكتور بالمحاضرة السابقة او اللي قبلها انه ممكن الناس اوكي في عندنا حالة زي هيك، فممكن نحن نقدر زي انه نحرك اللوكاي هاي من اليمين الى اليسار، بحيث اذا كان هذا البيتا جين مشطوب راح نحول اللوكاي الى الجاما بوزيشن ونصير نفرز الفيتال هيموغلوبين. فيتال هيموغلوبين اصلا له هاي افينيتي للاكسجين، حكينا عنه ليش، اتوقع انه بسبب عندي استبدلنا الهيستيدين، مجموعة الهيستيدين بالسيرين، رح نحكي المحاضرة القادمة انه كيف عندي تو بيسفوسفوجليسرات المركب الزنخ هاد له تأثير عليه. اوكي، فأي سندروم او مش سندروم، خلينا نحكي اسمها هيرديتري بريزيستنس اوف فيتال هيموغلوبين، تمام، نقول لك يعني هاي زي انه بناين، تمام، سندروم هاي بناين، في ناس ما بتعرف اصلا عنها وعندهم اياها. تمام، انا صراحة بحس شغلات هاي زي انه من تمام ابداع خلق الله عز وجل، يعني انه تنويع يعني صراحة. تمام، ونو ديليشن اوف ذا فيتال جلوبين جين، يعني بس هي يعني. الان نحكي موضوع اللي هو الدايجنوزس، انا كيف ممكن كان هاو كان اي دايجنوز الفا اور بيتا تلاسيميا اور حتى يعني سيكل سيل ديزيز. في عندي شيء اسمه الهيموغلوبين الكتروفيريسيس او جل الكتروفيريسيس، هاي اخذناه بالتوجيه بشكل عام، هاي عبارة عن مادة جل تحتوي على انود، تمام، بلس وكاثود شحنة سالبة. تمام، الفكرة ما فيها يعني شغلة زي بديهيات، يعني خلينا نحكي هي الشحنة الموجبة وهي الشحنة السالبة وهي الجل هون، تمام، المنطق بيحكي أي شيء سالب راح يروح للموجب وأي شيء موجب راح يروح للسالب. تمام، هلا احنا بنعرف البروتينات عبارة عن أحماض أمينية، الأحماض الأمينية هي تحتوي على شحنات موجبة سالبة صفر شحنة، تمام، فمن الأمثلة اللي حكيتها مثلا الحمض الأمين اللي حكيت لكم تركزوا عليه هو الجلوتاميت، له شحنة سالبة، تمام، فالهيموغلوبين الطبيعي راح نلاقيه موجود هون مفروض يعني. تمام، هاي الصورة، طبعا هسا بعمل اكزيت وهسا بشاركو اياها، هاي صراحة لازم اعمل اكزيت.
كريم هاي سوري تمام كان من أول تمام. فاللي حكيناه احنا انه عندي بلس وعندي نيجاتيف، خلينا نرجع للون الاسود. تمام عندي بلس ونيجاتيف. طيب بغض النظر هي بلس ونيجاتيف، فحكينا البلس راح يروح عند النيجاتيف والنيجاتيف يروح عند البلس. تمام فالمعلومة الدي اي هي هون ندور عليها كنت نيجاتيفلي تشارج ان جلوتاميت. تمام فحكينا السيكل سيل الهيموجلوبين يصير في عندي تغير من نيجاتيف تشارج من جلوتاميت الى الفالين اللي هي اقل سالبية، يعني اوكي سالب مثلا جلوتاميت سالب كثير، هي سالب شوي. تمام فعلى هذا المنوال. والهيموجلوبين سي لايسين هو عبارة عن موجب صراحة. تمام فراح يتحول راح يروح للسالب. اوكي يعني المهم فبشكل عام امتحان ممكن يجيكوا سؤال زي هيك صراحة، بيجيكوا سؤال زي هيك. تمام ايش بقول لك؟ بجيب لك زي هيك بقول لك هاي اللين 1 5، بس قبل ما بقول لك شو بقول لك خليني اشرح لك شو عم بيصير. تمام هسا هذا اللي هو الهيموجلوبين ادلت هيموجلوبين اللي هو الالفا 2 البيتا 2. تمام هذا الفيتس اللي هو عبارة عن الفا 2 جاما 2. هذا السكل تمام ممكن يكون سكل تريت، يعني ممكن يكون اس اس، ممكن يكون خلينا نحكي بي اس، يعني بي انه نورمال يعني تمام ما تدققش. يعني سي ممكن يكون هيموجلوبين سي، يعني تمام سي هيموجلوبين سي. طيب بغض النظر ما راح نحكي، يعني في عندي الكنترول اللي هو 1 و5، هذول الكنترول يعني مش مهمات، يعني مهمات اكيد يعني. تمام خليني امسح والله ما عجوق اليوم. الان بيجيب لك هي مثلا بامتحان بقول لك شو شايف، هاي مثلا تعبر لاي هيموجلوبين، بحط لك خيارات بقول لك هاي فيتال هاي الادلت لا هاي سكل هاي كذا. فبتقول له انت هاي ادلت ليش؟ لانه عندي تجمع البروتينات او الهيموجلوبين موجود بالقسم القريب من الانود، سوري الكاثود الانود سوري. ونحن حكينا الهيموجلوبين ادلت عندي جلوتاميت شحنة سالبة فحنلاقيه موجود هون. تمام السلايد الثالثة راح نلاحظ انه عندي شوي بالادلت وشوي بالفيتس، هذا بنلاقيه بالنيو بور. تمام في عندي فيتال هيموجلوبين وعندي ادلت هيموجلوبين، فهذا بنلاقيه بالنيو بور. تمام الرقم أربعة راح نلاحظ عندي تكتل كبير بالنص. تمام هاي السكل سيل يعني هي حفظ صراحة شغلات حفظ يعني. تمام انه لا موجبة ولا سايب، انه حكينا انه الفالين عبارة عن له سالبية ضعيفة يعني، او خلينا نحكي نيجاتيف تشارج اقل من الجلوتاميت. تمام خمسة حكينا عنها اللي هي زيها زي الواحد. ستة راح نلاحظ عندي هيموجلوبين A وهيموجلوبين S اللي هي نفسها اللي هي S و B، يعني هيتيروزايجس، يعني عندي 50% مشكلة و50% أموره طيبة يا زلمة. تمام السبعة عندي هيموجلوبين C و S. تمام عندي مشكلتين الهيموجلوبين C و S، بينما تمانية اللي هي نفسها ستة. تمام فهون حكينا نورمال ادلت، ثلاثة نورمال نيونيت، أربعة هوموزايجس لاحظ التكتل الكبير. تمام وستة هيتيروزايجس، يعني مثلا شوف ستة اوكي في عندي هون بس مش بالكثافة تبعت الأربعة. وسبعة سكل سيل والهيموجلوبين سي ديزيز انديفيدجوال. تمام بس هي الفكرة هاي. هذا الكلام تكلمنا عنه انه كل حمض اميني عنده شحنه سالبه او موجبه، هذا الشيء بحدد لي شكله على الالكتروفيريسيس. اوكي الان عندي اسس كم سؤال هون. الهيموجلوبين فاريانت يعني في عندي مرض بيكون عنده يجمع الكوانتيتاتيف والكواليتاتيف اللي هو الهيموجلوبين اي حكينا عنه سابقا. تمام عنده كوانتيتاتيف كواليتاتيف. اوكي
اللي هو هون هيموغلوبين اي. تمام، بكون عندي مشكلة بالسبلايسنج بالكودون رقم 26. تمام، فعندي سبلايسنج هون، لاحظ السبلايسنج هون. تمام، الميوتيشن اوف ذس سيل هيستيدين انتو تايروسين. تمام، ايش بأثر لي؟ اوكسيديشن اوف ذا ايرون، حكينا نحن انه هاي هون عندي هيموجلوبين بوستون ميوتيشن، راح يأثر لي على الريدكتيز اكتيفيتي، فصير عندي من هيموجلوبين من سوري هيستيدين لتايروسين راح يصير في عندي ميوتيشن اسمه هيموجلوبين بوستون، هذا ايش راح يأثر لي على الاكسجين اوكسيديشن اوف ايرون. اوكي، الهيموجلوبين كاو تاون مدينة الابقار هيستيدين 146 ريبليس باي ليوسين. الجواب اللي هو ايه، انه حكينا انه هاي الميوتيشن بتصير بالكاو تاون هيموجلوبين راح تعمل ستابيلايزيشن للار ستيت اند انكريسز افينيتي فور اوكسجين. اوكي، التي ستيت اللي حكينا حكينا هون هي كيمي هيموجلوبين، سوري مش الكانسز هيموجلوبين. تمام، شغلات يعني حلوة يعني. تمام، هلا الصورة هون زي هيك يعني، بيجيب لك صورة زي هيك. هلا ما عرفتش اعمل كوبي بيست صراحة للصورة، بس انه بيجيب لك جواب دي. هسا ليش هاي الصورة؟ دقيقة عشان تفهم. تمام، هذا انسالي، هذا كله انسالي، هذا الاشي كله، ما حجيب لك اياه بالامتحان. حجيب لك هاي عينة اكس، تمام، وهي عينة اس، بجيب لك هاي بالامتحان، 3 و1 بجيب لك اياه بالامتحان، بقول لك شو تشخيصك. تمام، راح تحط له انت نورمال يونيت اور بيفور بورن. تمام، لانه عندي هيموجلوبين اي وهيموجلوبين اف. تمام، بس هي الفكرة سؤال سنوات. تمام، وان شاء الله يعني عندكم اي سؤال، عندكم اي استفسار، ان شاء الله احنا ما مقصر يعني، وان شاء الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.